جاء آلاف الفلسطينيين النازحين في شمال غزة إلى ما كان يعد سابقا أكبر ملعب لكرة القدم في القطاع، حيث تعيش العائلات هناك على القليل من الطعام والماء. ملعب اليرموك هذا اسمه، مدارجه ليست للجمهور وأرضه ساحة دون عشب. حرب غزة حولت شباكه لخيم، لكن ليست لمشجعين أو لاعبين، بل لنازحين يبحثون عن مأوى. قصصه تحولت من البطولات إلى روايات موت ومأساة مفقودين. نزحنا كذا مكان، في المدارس وفي المستشفيات وكل مكان نقعد فيه بنقصف، بخشوا اليهود عليه. وآخر مكان اللي هو الأسبوع اللي فات اللي هو حي الشجاعية الشعف. ملعب اليرموك أصبح المحطة الثالثة أو الرابعة للهاربين من معارك القطاع وقذائف إسرائيل التي تلاحقهم أينما نزحوا، ليلجأوا إلى هذا الملعب أملا بالنجاة. سايبين بيوتنا، وبيوتنا كلها انقصفت وكلها زي ما تقول انحرقت، واللي حوالينا نفس الكلام، وشايف كيف وسايبينها ونازحين. خيام النازحين الباحثة عن ظل احتمت بمدرج اللاعبين، وحولت الأمهات مقاعده لغرف مفقودة. فهذه أم بشار تحاول نفض غبار الحر ورمل البحر عن طفلها الصغير، وبينما ترغي الصابون على شعره يهتز مرتعشا من الماء البارد. نحو 70 عائلة فروا من حي الشجاعية إلى ملعب اليرموك بعد قصف متكرر منذ بدء الحرب. النازحون إلى ملعب اليرموك فقدوا كل شيء، ولم يعد لديهم مكان آخر للعيش فيه، ولم يبقى سوى خيمة ومدرج وأمل بوقف النار. هدير الربيعي.